كليب في الليل مع فرح. رجعنا لكم في كلام في الليل 58 550 706. هذه الرقم نجم يخليكم تكونوا حاضرين معنا في المباشر. ناخذوا أنور معنا على التليفون. أرون مرحبا. ألو عسلامة. شنو حوالك يا سيدي؟ ومرحبا بيا فامل كل، وإن شاء الله ربي يحميكم وراني نحبكم. شكرا لهزت عليا التليفون. عبير. عبير معناها عندها أخلاق عالية برشا وربي يخليها، واللي هز عليا مرة ثانية اللي طلبني مرة ثانية. أي اللي طلبني. أي راجل. أي راجل اسمه كوجا. أي حتى هذاك زاد محلاه والله معناها يعطيك. مشكور يا سيدي. حتى أنت محلاك أنك كلمتنا وهزيت باش تحكي لنا على تجربة مش خاصة بيك، لكن تجربة من ولد حومتك اللي يقول أمي وبابا تقريبا يعاملوا فيا بطريقة ماهيش ولا بد، ووصلوا حتى حرموني من الميراث، واليوم أنا شاكك إسكو أنا غير ما ولدهم وإلا مستبنيني. أي أي أحكي من كل شيء، من جميع مرافق الحياة. معناتها هما أم وبوه عندهم الإمكانيات إنه يعيشوا في وضعية باهية، ورغم هذا كانوا بخلاء مع. لا لبس عليها الأم، لبس عليها معناها، والباب موظف لبس عليه وكل شيء معناها، وتوفر عندهم الأملاك برشا وعندهم الأراضي برشا وأي حاجة في مخك معناها عندهم. وهو مسكين معناها يجي يشكي كان لي أنا، معناها هو أنا عمري 24 سنة وفوتها بعامين، فهمتي؟ هو عمره 32 عام. فهمت؟ وعنده أخوه أقل منها بعامين عمره 30 سنة. في الأول يحكي لي معناها أي حاجة تصير، ما يحكي حتى لحد كان لي أنا، يجيني يقول لي أنور وهكا 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 وهكا، أي حاجة تصورها في مخك يحكي لي عليها. ثم نهار كنت نحس فيه معناها ملي صغار واحنا مع بعضنا معناها اصحاب، معناها ما بين فرق عمر برشا واصحاب انا واخوه هذا. وهو وبالعكس توا الطفل اللي الاقل من خوه معناها كيما نقولوا معناها منحرف، فهمتي؟ اي معناتها اللي اصغر منه اللي عمره 30 سنه منحرف مقارنه بالطفل اللي عمره 32 سنه اللي هو صاحبك. اللي هو صاحبي يصلي وتصوري انت سيجارو ما تكيفيش في عمره، ما يعرفش حتى القهوه معناها يشرب حتى نستدعى في قهوه، يعني نمشي نعمل قهوه في قهوه يقول لي لا ما نحبش الخلط. انسان معناها دابه بروحه معناها مستكفي بروحه من الاخر، فهمتي؟ اما الدنيا معناها قرا وما ما وصلش معناها كلي قعد كي بطال معناها يدبر في معناها في خدمة نهار معناها يمشي يدبر 10,000 15,000 كل مرة يخدم في نصبة مرة في تعافرية مرة كل مرة تشوف بلاصة يخدم معناها يدبر في مصروفه. اي بالحلال اخوه. بالطبيعة ما يخدمش جملة حاجة معناها ما يمدش ايده جملة نبقى ولات انا هو معناها هو اقل مني بعامين. هو اقل مني نسمع فيك. اي هو اقل مني بعامين ولات انا هو معناها اللي تعتبر منه وتاخذ التجربه منه رغم اللي هو اصغر منك، فهمت؟ حتى في الرزانه وفي طريقه التعامل نتاعو في كل شيء في اي في أي ولا وما كنتش نصلي ولات نصلي حتى انا. اي حتى انا كنت منحرف كيف الصغيره ده. فهمتي؟ ومن بعد كي شدت طريق ربي عملت كل شيء وندمت عليه وشدت الحبس وكل شيء، وفهمتي وانصح فيا هو ينصح فيا تصوري يحبني على الاخر يبعث لي حتى في مانديات وكل شيء، يعني انت في الحبس يبعث لي في مانديات، كي خرجت هو اللي دبر لي خدمه معاه معناها ولات انا ولا هو يدبر لي في الخدمه وقال لي بجاه ربي انور او تبدا صلي وكل شيء معناها تصوري معناها حسبني كيما اكثر قوه معناها. وكان يسارك على طريقة تعامل أبوه وأمه اللي ما كانتش باهية معاه باهين معاه، ورغم اللي خوه هو منحرف لكن في نفس الوقت الخوه عنده معاملة طيبة من والدي. أي وفي بالهم راهو دارهم معناها أنه هو منحرف ومعناها منحرف في أشد الانحراف معناها ما فماش حتى في مخ معناها ما يستعملش فيها ولا ما كل شيء اي حاجه نتاع ممنوعات ومخدرات وغيره كل شيء انواع المخدرات الكل وانواع معناها اي حاجه تصوريها في مخك يعمل فيها. فهمت؟
ومعناها وباباه وامه في معناها في بالهم بيه ان هو كذا وكذا 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 ده ايش عامله في لو كانوا متعاملين معناها يتعاملوا معاه معناها كانوا يقروا هم في نفس مثلا الليسيه ولا كوليج ولا حاجه يقروا مع بعضهم معناها حاجه من نفس التراتب من نفس اللبسه نفس الواحد ياكلوا عادي معناها كيفاش من بعد يمكن حكايه 5 ولا 6 سنين الطفل هذايا معناها المنحرف معناها معناها كان كان كيما نقولوا كونسوماتور معناها مستهلك الحوايج هذه برك معناها فهمتي ومن بعد الطفل ولا يبيع ولا مروج صحيح صحيتي ولا معناها مو مروج معناها من اكبر وعائلته في بالهم اللي هو مروج ورغم هذا يعاملوا فيه خير من خوه اللي هو تقي واللي هو يعرف ربي واللي هو رزين واللي هو يلم في قوته بالحلال أي. وشنو طريقة المعاملة طريقة المعاملة الخائبة كيفاش معناتها ما يصرفوش عليه نكرينه شنو اعطيني اكثر تفاصيل حول العلاقة قالوا له اخرج اول حاجه صح لا مسكين حب طفله قليله خاطيها ومعناها بنت فاميليا وبنت دار معناها فمعناها على قد الحال معناها وهو بالرغم من اثرياهم يسموا معناها وهو اختار معناها من افقر مع الفقر مش عيب انا حبها يا رسول الله تزوجوا فقراء يغنيكم الله به ما في حل هيش قالوا له لا هذا وهذا مش متاعك وبرشنو ونحن ما يشرفوناش العائلة هضومة برشنو شوفوا أسيدي أول حاجة عملوها معاه رفضوه من العرس وقالوا له أخرج علينا من الدار إذا كان مش تعرف تمشي إكري ما نعطوكش دار تسكن معنا لهنا وما نكتبوا لك حد إيش عامله أقروا حساب ونقول لك أتايا خذها هو أيه. أيه. وكتبوا كل شيء لخوها أتايا منعرف عندهم عندهم كهرباء كتبوها لها بطلة بابا كهرباء من اللي زين ولا زيد يخدم في الكونترا علاش يخدم فيها الكونترا مش على جال باش يجيب الحديد ولا ليسونس ولا كذا باش غير يوصل ما الجزائر هي اللي يجيبوا منها كل شيء هو حب يوصل معناها للبلاصه هذيك باش هو يجيبك الممنوعات هذيك ممنوعات المخدرات وغيره عاملها معناها كوم قاعد في الحديد وليسونس وكذا ومنها وهي لا على جال على حكايه هذيك شيء نوع معناها او بي احكي لي ها صاحب كذا اللي عمره 32 سنه اللي حب الطفله للفقيره اللي عائلته رفضوه شنو كيفاش كان مصيره خذاها عرس بيها خرج يعيش وحده اعطيني اكثر تفاصيل رغم اللي عائلته معناتها نفهم لبس عليهم امكانياتهم ماديه تسمح لهم انهم يقيموا بيه ما خلوش حتى باش ياخذها اش عاملوا شو معناها بعثوا لدار الطفله قالوا لها اذا كنت انت باش تاخذي ولدنا رانا باش نعملوا لكم ونعملوا لكم ونعملوا لكم الطفل هذايا حتى الطفل المنعرف واليوم العلاقه بين الطفل والاولياء معناتها ماهيش باهيه. اي ماهيش باهيه ما دام اخوك كما كايا وامك كايا خويا ابعد علينا وفهمتي ايه معناها اللي معناها نحوله معناها حاجه يحبها انسان حاجه يحبها نحوله انت يجي يحكي لي مسكين يبدا يبكي وكذا وفي كل يوم يبكي فهمت ومن بعد سيدي فهمت جاني اختصر انور لانه عندنا تليفون واحد اخر فقط خذين اي تفضل اختصر لك الحكايه جاني قال لي يا انور راني باش نخدم باش ننتحر اش قال لك؟ فهمت قال لي باش ننتحر يا رسول الله هاي مشيت انا لدارهم فهمت تكلمت الإمام تاع الجامع نعرفه واللي إمام تاع الجامع معناها يقرب له هو تقول له قلت له قريبك راه باش يعمل هكا وهكا وهكا مشيت لدارهم قلت خلي سيدي خلي ثاني يمشي خلي توعيهم شويه فماشي ما يحنوا عليه اش قالوا لك كيفاش كان الرد نتاعهم؟ قالوا لي ما يهمناش فيه وهو حب هذيك ما يمشي على روحه يمشي يحب ينتحر ينتحر مشيت له انا قلت له سيب عليك من الحكايه هذه انا في بالي فضلك معناها حكايه معناها عملها ديما يقول لي ثم النهار ثم معناها عندها يمكن في الكورونا لولا فهمتي في بعد رأس العام بالضبط انا فهمتي حتى نسمع العياط فهمتي فهمتي نسمع العياط ودرشني عم بدي درشني يسمى معناها طلعت من الشباك مكة فهمتي نسكن فوق وحدي مع دارنا شنو اللي صار عمل محاولة انتحار لا انتحر كريمه معناها مات؟ اي توفى مسكين يا رسول الله يا رسول الله
معناتها نهاية كانت لأنه كان فما تمييز نهاية وصلت إلى الانتحار وتوفى الطفل. للأسف صاحبك أكيد خلى عليك بلاصة كبيرة أكيد، وإن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له. يا سي أنور مشكور على المداخلة. معنا وقت باش ناخذ عماد في ساعة في ساعة. عماد، عماد مرحبا بيك. وبيك عايشة الصراحة. شو أحوالك يا سيدي؟ بس عليك الحمد لله. عنا دقيقتين يا سي عماد في ساعة باش تحكي لنا شنو هي الحكاية. باهي، أنت أمك وبوك يحبوا أكثر أخوك الصغير؟ لا مش الصغير، خويا الوسطى. إحنا خمسة أخو، هو جاي في الوسطى، ثلاث بنات والخو الوسطى. لكن المشكلة هي لكن دايما نلوش نحس الوالدين هكا يميزوا كل شيء. ولكن نغير انا حتى في الحاجات الاساسيه نتاع الحياه، حتى في حتى في الماكله، في اللبس، في المعامله، في الحنانه. لا 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 لا، مش في الماكله، في اللبس. لا اخويا هو صغير عذبهم برشا، دار هكا تحرك يديه وصارت برشا مشاكل ديما هكا مسكين. تعبهم والديه هم يتعبهم برشا. لكن هو صغير ما حاسسناش بويا بالواحد، ديما مرقلين يكفينا كيفيه ناكلوا كيفيه. لكن كبر وعرف، حتى العرس عرف مرتي مش عرف مره واحده زاد. عرف مرتي، لكن توي كي امي يميزوه هو ومرته صغار ومش كيما احنا واحد. حتى نحس صغاري حتى نيما لوش، لكن صغاري ومرتي لوجوا. حتى صغاري في العيد ما عادش يحبوا يمشي لبابا وامي ما يمشوش، حتى يقول لي ديما يميز عمي هكاك وصغار ويميزنا علينا ويحسوا صغاري ولا يحسوا. اكيد اكيد. هذه التمييز نتاع الوالدين يزرع مشكله في الصغار ومشكله في العائله. انا ما نلوش، ما بيا ابوي وامي راضيين علي وتعالي بالخير وكذا كذا، ما عنديش حتى مشكله. انا نحس اكيد. والاشكاليه انت قلت لي سعيمات، قلت لي ما تفركسش ابخي تو اخواتك ومن امك وبوك. لا لا احنا كلنا اخوات. لكن الاشكاليه وقت اللي انا ساعات نحس اخويا هذا في ساعه كفي ساعه نتعاركوا، في ساعه تصير مشكله، في ساعه من اقل حاجه تصير فما شراره بيناتكم. ثم شراره صحيح، ثم ما في ساعه اقل حاجه نتنافسوا ونتعاركوا. لكن في ساعه نرجع لبعضنا الحمد لله، ما عندناش هكا. اي ما تشدوش البغض الاول، ما عندناش المشاكل هذيك الكر. لا لا لكن سي عماد الاشكاليه هوني في الصغيرات، وقت اللي التمييز يكون بين الصغيرات وبين المراه نتاع الولد الاخر. زيد شنو ذنبهم هذوك باش يخلقوا زيد غيره، مش فقط بين الاخوات اما بين ولاد العم وبين الكناين مع بعضهم. هذه الاشكاليه وندخلوا في دوامه من بعد. صحيح، الاشكاليه مش في الاشكاليه في الصغار تو، حتى في العيد المره في صغاري عندي طفل كبير ما مشاش عايز هكا، تحسوا يحسوا الصغار ولا يعرف كل شيء. شوف ميز حتى على الكنة والصغار، الصغار والبول يحس ميز كامل. هكا يحسوا الصغار ولا المشكله ولات عايز المشكله ولات في الصغار تو، مش فينا احنا. هكا علاش انا الواحد مره بيه الواحد هكا نداء اكيد الاباء والامهات الكل. اذا كان عندك حاجه ما توريهاش، اذا كان عندك ميز حتى كان عندك ميز ما توريش. هو المفروض ما يكونش فما ميز بين الاخوات، هو المفروض ما نجمش يكون، لازمش يكون فما ميز بين الاخوات. اما حتى كان فما شويه ميل، لانه ساعات الاولياء يقولوا هذا احن والا هذا يخاف اكثر عليا والا ما نحاولوش نبرهنوا ولا نظهروا الحكايه هذيا. مشكور سي عماد، يعطيك الصحه. حاول انك انت تحنن بين ولاد العم وبين الكناين، مش تصير لنا مشكله في العائله زاده يا سي عماد. لاباس يعيشك. مشكور على المداخله، مشكورين الناس اللي يسمعونا كل غدوه. موضوع جديد ان شاء الله. 58 550 706 حاجه قلبت لك حياتك نحو الاسوء او نحو الاحسن. فما ظرف صار لك في حياتك بدل لك حياتك، هذا غدوه شنو باش نحكيو في كلام في الليل. وقايد توا باش نخليو البلاصه لهيفا تويتي باش تقدم لكم الاخبار. ما بخليك نقول لكم تصبح على خير ناس كل.